بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، الحمد لله الذي بفضله تمحى السيئات. في هذه اللحظات المباركة والسعيدة تدخل قافلة المتعهد أحمد شمشاه بقوام باصين لشهر رمضان، وبقوام باص مشترك بينه وبين المتعهد أيوب السعدي للأواخر إن شاء الله. هذه ثلاث باصات تدخل مدينة الرمادي الآن على بركة الله بعد أداء مناسك العمرة لشهر رمضان المبارك، وأدينا ما علينا بفضل الله سبحانه وتعالى بالالتزامات من السكن بالمدينة المنورة في الذهاب أولا والمكوث فيها ثلاثة أيام، ثم الدخول للروضة للنساء والرجال، ثم أداء المزارات، ثم إجراء المحاضرات على الإحرام والميقات، ثم أداء العمرة ولأكثر من مرة، الأولى جماعية والأخرى مفردات بإذن الله سبحانه وتعالى. ولقد وصلت يوم أمس أول أمس قوافل الجو بفضل الله سبحانه وتعالى، والآن تصل قوافل البر بفضل الله سبحانه وتعالى الرحلة الخامسة. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك المنة يا رب العالمين على هذا التيسير. جميع معتمرينا بخير وصحة وعافية ونعمة، والحمد لله وشكر لله. الآن ندخل إلى مدينة الرمادي بفضل الله سبحانه وتعالى سالمين غانمين فرحين مستبشرين. لا زلنا مستمرين بفضل الله باستلام جوازات عمرة شوال، وهي آخر عمرة بهذا الموسم إن شاء الله. مكتبنا مكتب المتعهد أحمد شنتاف شارع الفاروق عمر. جميع المعتمرين بخير وصحة وعافية. أبو بشار الأمير رحلة الحجي إن شاء الله. أبو علي الله يجزاك الله يسلمك، جزاكم الله خير، الحمد لله على سلامكم جميعا، الله يحفظكم ان شاء الله. هذه الجموع قدمت لي استقبال قافلتها بفضل الله، بسم الله ما شاء الله. الشارع مزدحم جدا باحبابنا وهنا واهالي المعتمرين، جميع معتمرينا تطفو عليهم الفرحه والسرور. ولقد يسر الله سبحانه ولا تعالى علينا جميع مناسكنا بالخير والبركة والرحمة، اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جهود المرشد الديني واضحة جدا، وجهود الأخ علي عواد مكي والأخ الحاج حامد شنتاف والأخ الشيخ إبراهيم والأخ الشيخ الدكتور عمر جدا كانت راقية ومتعاونة، أعطت خليط واضح ومرتب لأداء مناسك العمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. رحنا افترون الجموع افترون الجحج. أبو الهند الطريق السلام. روح 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 روح
اصعد عرفي عرفي هذا طريق المنشآت هذا طريق المنشآت مو بالشارع بالتشريع ابو لوف طشوا عليك شكلتي عمال نسى عمال نسى ده بالعسى انت الحج الله يحفظك مربع خير وحده ايه وين الضرب عمودي اخوي قدمي عليك ابوي ما عليش البشر يكفون نفسه ما عليش عبي 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 انا اسوير I'm gonna make you mine.
اصعدوا فوق اصعدوا فوق اصعدوا فوق اصعدوا فوق اصعدوا فوق لا تنسى اصعدوا فوق اصعدوا فوق بعد عيني اصعدوا فوق اصعد فوق اصعد فوق يما اصعد فوق يما اصعد فوق هنا بعد روحي اصعد لي فوق اصعد لي فوق اصعد لي فوق اصعد لي فوق بعد قلبي عن الطريق واقرا عن الطريق عن الطريق ولا زحمة اصعد فوق محمد فوق فوق على أمل العودة مرة أخرى ها هي تصل بسلام
السلام ويسر وفضل الله علينا كبير. سبقتها قوافلنا للفاتحين قبل يومين التي هبطت طائرتنا في مطار بغداد الدولي عبر مطار الامير محمد بن عبد العزيز في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اود ان انوه للجميع ان الايام الاخيره هي الباقيه لشلال جوازات عمره شوال وهي اخر عمره في هذا العام. انهينا واختتمنا برنامجنا المفعم بالنجاح المحمود على مقيادنا بفضل الله سبحانه وتعالى باحتفال كبير لهيب في فتحة المكرمة في كثير من أطراف المكاعب، وتم منح جميع المكملين الفرد والجو لأعدادهم الكبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكل واحد نسبة من الضمان الكريم مدير المكتبنا ثم جالوني وأتمزم وثم شهادة تحصيلية محمد. انا قدامك عبر الشارع شوف لي محمود خلي يجيب لي العلاقه مال الشهادات بسرعه تعالج التصوير من يديه. شكرا جزيلا لهذه القافله. شكري وتقديري لكم المسجدين الدينيين في هذه القافله الشيخ عمر ياسين والشيخ ابراهيم، وشكري وتقديري للاخ الحاج علي عواد مكي، وشكري وتقديري للاخ الحاج حامد هاشم شنتاب الكادر الاداري المرافق للقافله. شكري وتقديري الى مكتبنا ومقدمي مكتبنا الذين شاهدوا الشهاده الكبيره في هذه الرحله الكبيره. شكري وتقديري الى جميع المحتملين ولقد كانوا نعم الاسره ونعم المحتملين في طاعتي وفي تنفيذ كل ما نريد منهم لمصلحتهم ان شاء الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيدنا جميعا الى بيته الحرام وان يرفع الامه عن هذه الامه وان يرزق بلادنا الامن والامان والستر والعافيه وان يحفظ ابنائنا وبناتنا وازواجنا. وبذلك تمت رحله رمضان لله الخير يوما وبرا شهرا واواخر بفضل الله سبحانه وتعالى، وصل اللهم على سيدنا محمد. واكرر اننا لا زلنا مستمرين باستلام جوازات عمره شوال وهي اخر عمره في هذا العام المبارك وللايام الثلاثه القادمه فقط سوف يغلق السيستم نهائيا لابتداء موسم الحج. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Ah!
فوت تعال بس تعال فوت تعال Thank you.
I'm going to go to the hospital.